وسط جحيم الحرب في صوت يقدر يعلى على صوت المدافع والقنابل والرصاص. في حاجة في الدنيا تقدر تغلب الحرب والسياسة اللي لما صوتهم بيطلع بيخرس كل صوت تاني؟ في كرة القدم. تفتكر يعني هما سموها الساحرة المستديرة من فراغ؟ أول ما قامت الحرب العالمية الأولى في أغسطس 1914 ما كانش حد متوقع إنها هتطول أكتر من شهرين تلاتة. نحارب شهرين تلاتة ونرجع بلادنا قبل الكريسماس. بس الحرب طولت، وجه أول كريسماس على الجنود في الخنادق على الجبهة الغربية، جبهة الحرب بين ألمانيا والحلفاء. الجنود على الجانبين كانت عندهم أوامرهم اليومية العادية، اضرب نار على أي حاجة بتتحرك وخليك صاحي، احنا في حرب. بس في ليلة عيد الميلاد المجيد ما كانتش دي الروح قوي. وصول الحرب أصلاً للكريسماس كان في حد ذاته شيء محبط جداً للشباب على الجبهة دي، خصوصاً إنه الموقف العسكري وقتها كان تحول لحالة من الجمود محدش كان عارف هتتفك إزاي. ضرب النار في الليلة دي كان بسيط جداً في عموم الجبهة الغربية، ومعظمه يعني كان تقضية واجب. وفي قطاعات من الجبهة توقف فيها القتال تماماً من غير أوامر ومن غير سابق اتفاق. وفي واحد من القطاعات دي عساكر الإنجليز سمعوا صوت غنى طالع من خنادق الألمان، استغربوا طبعا، ولما دققوا طلع إن العساكر الألمان بيغنوا أناشيد عيد الميلاد. شوية وطلع عسكري ألماني من الخندق ماسك في إيده شجرة كريسمس. طبعا الإنجليز شكوا إن ده ممكن يبقى ملعوب من الألمان، بس بعد شوية اطمنوا وابتدوا يتجاوبوا. الجنود خرجوا من الخنادق رغم انهم عارفين ان رسميا مفيش هدنة، سلموا على بعض، تبادلوا التهاني بالاعياد وتبادلوا السجاير والاكل، ودفنوا موتاهم اللي ما كانش فيه وقت يدفنوهم وسط الضرب، وعملوا قداس عزا مشترك بينهم وبين بعض، عزا مشترك لموتاهم اللي هم قتلوهم. الحدث ده تعرف بعد كده في التاريخ باسم هدنة الكريسماس. وفي وسط الاجواء الاخوية بين الاعداء وفي مشهد غير منطقي على الاطلاق، جندي انجليزي شاط كورة في المنطقة بين الخندقين في النو مانز لاند، الأرض اللي مش تحت سيطرة أي حد. العساكر شافوا الكورة فرحوا اتحمسوا وقعدوا يشوطوها لبعض في حالة فوضى، وبعدين قرروا ان هم يعملوا مباراة كرة قدم بحق وحقيقي. 11 جندي ألماني من هنا و11 جندي اسكتلندي من القوات البريطانية وضابط ألماني يقوم بدور الحكم، وهوب بقى ماتش كورة بجد. وانا عارف انها معلومه ما تفرقش قوي، بس يعني لهوات الاحصائيات نتيجه الماتش ده كانت 2-1 لالمانيا. كره القدم في اليوم ده كسبت صفاتها العالميه كرياضه فوق مستوى الرياضه، كسبت وضعيتها كحاله انسانيه صانعه للسلام والاخوه والمساواه بين البشر، اللي اتعلموا يوم هدنه الكريسماس ان كره القدم ممكن ترجعهم للحضاره، حتى لو ده حصل وسط حرب عبثيه مجنونه زي الحرب العالميه الاولى. كل ده حصل في ليلة ويوم الكريسماس، بس تاني يوم استؤنف القتال، استؤنف على مضض، لأن الجنود ما كانوش قادرين يضربوا نار على ناس أكلوا معاهم عيش وملح مبارح وكانوا بيلعبوا ويضحكوا ويستمتعوا بروح أعياد الميلاد سوا. القيادة العامة في الجانبين كانت حاسة بالمشكلة، هترجع العيال دي تقتل في بعضها إزاي؟ خصوصاً إن في بعض المناطق على الجبهة الغربية هدنة الكريسماس قعدت بدل اليوم يومين وثلاثة. بس الحل كان بسيط، الضباط الإنجليزي ابتدوا يضربوا نار وقتلوا جنود ألمان كانوا فاكرين الهدنة لسه هتكمل، وطبعاً ردوا بضرب النار ورجعنا للحرب تاني. في السنة اللي بعدها القيادة العامة للقوات البريطانية طلعت أوامر قبل الكريسماس، العسكري اللي هيطلع من الخندق من غير أوامر يضرب بالنار فوراً، والقيادة الألمانية عملت نفس الكلام وطلعت نفس الأوامر بالظبط علشان هدنة الكريسماس اللي قبله ما تتكررش والعساكر يحبوا بعض بدل ما يقتلوا بعض. الأسوأ من كده إن كرة القدم اللي كانت في لحظة رمز للسلام والمحبة والأخوة بين الرجال بقت هي كمان وسيلة من وسائل الحرب. في الأيام دي ماتشات الكرة في إنجلترا كانت شغالة كالمعتاد، الحرب ما وقفتهاش يعني، بس طبعاً كان لازم حد يطلع ويقول إزاي تلعبوا كرة وبريطانيا بتحارب. أشهر مزايدة من النوع ده جت على لسان أرثر كونان دويل مبتكر شخصية شيرلوك هولمز، اللي قال طالما اللعيبة عندهم رجلين يا أخويا يجروا ورا الكرة يبقى الأولى يجروا على جبهات القتال.
الرأي العام الإنجليزي تحول ضد كرة القدم، وظهرت دعوات للملك جورج الخامس إنه يسحب رعايته لكرة القدم في إنجلترا كلها. ومكتب الحرب قعد مع اتحاد الكرة الإنجليزي واتفقوا مع بعض إن هم يشكلوا كتيبة من لاعبي كرة القدم. أهو منه ننفي اتهامات انعدام الوطنية عن لعيبة الكرة، ومنه نشجع باقي الشباب الإنجليزي على التطوع للحرب. عينوا محامي كان عضو في مجلس العموم البريطاني اسمه ويليام هيكس مسؤول عن كتيبة لعيبة الكرة. هو بالمناسبة ما كانش بيفهم أي حاجة في الكرة، بس قعد في اجتماع اتعمل في مدينة فولام مع ممثلين لأندية إنجليزية كتير، على رأسها نادي أرسنال ونادي توتنهام وفولام، ودي كانت ساعتها أندية بتلعب في الدرجة الثانية، ومعهم تشيلسي اللي هبط دوري الدرجة الثانية في الموسم ده، وكريستال بالاس اللي كان أيامها فريق كبير وفاز بالدوري الوحيد في حياته في أول موسم بعد الحرب العالمية الأولى. في اليوم ده تطوع عدد بسيط من نجوم كرة القدم في الأندية دي. بعد كده لعيبة كتير اتطوعوا. فريق هارتس الاسكتلندي مثلا كله اتطوع للقتال في الحرب، لعيبة وإداريين. وعلى نص 1915 كانت كتيبة لاعبي كرة القدم الإنجليزية وصلت لحوالي 200 جندي بينتموا لأكتر من 60 نادي إنجليزي. الكتيبة دي كان اسمها الكتيبة 17 ميدل سيكس ريجيمنت. كتيبة فيها العدد ده من اللاعبين المحترفين، هتعمل إيه عجبها يعني؟ هتشتغل شؤون معنوية طبعاً، وتشارك في بطولة الكتائب، وتكسب كل الكتائب التانية. أقل نتيجة كانت 6-0، بس دول شوية الدلع اللي في الأول، لحد ما شارك اللعيبة كجنود حقيقيين في المعارك، وابتدوا نجوم الكرة الإنجليزية يقعوا واحد ورا التاني بين مصاب وقتيل. أولاً في معركة ديرفيل وود اللي اتقتل فيها الهداف الإنجليزي ريتشارد ماكفادن لاعب فريق كلابتون سيتي اللي الأندية الإنجليزية كانت مموتة بعضها عليه وبيتسابقوا علشان يضموه قبل الحرب. وبعد كده الكتيبة اشتبكت مع الألمان في معركة أراس في فرنسا وخسرت عدد كبير من جنودها، والباقيين استسلموا للألمان بعد ما تأكد إن هم لعيبة كرة كويسين أيوة، بس مش جنود مناسبين لحرب بالوحشية دي رغم شجاعتهم اللي محدش يقدر ينكرها. وفي 1917 اتسرحت الكتيبة كلها، وما كانش فاضل فيها من اللاعبين المحترفين غير 30 واحد بس، والباقيين أكلتهم الحرب العالمية الأولى. الألمان برضو استغلوا كرة القدم في الحرب زيهم زي الإنجليز، وفي لاعبين محترفين ألمان ماتوا على خطوط القتال في الحرب العالمية الأولى، زي اللاعب الدولي هيرمان بوش لاعب نادي كارلز روهر. في احتفالات مرور 100 سنة على الحرب العالمية الأولى، سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وبشكل استثنائي للاعبي المنتخب الإنجليزي إن هم يلبسوا شارات عليها زهرة الخشخاش الحمراء، وهي رمز لتذكر الجنود اللي قتلوا في الحرب العالمية الأولى. وده رغم إن الاتحاد الدولي لكرة القدم بيمنع تماماً ارتداء أي رموز سياسية، بس سمح بده لمنتخب إنجلترا وللاعبي البريمير ليج للمرة الأولى والأخيرة. هدنة الكريسماس كانت مشهد نادر جداً في تاريخ العالم، انتصرت فيه كرة القدم على الحرب لما قدرت الكرة توحد الجنود على الحب والإنسانية والسلام حتى ولو ليوم واحد. بس اليوم ده هيعيش في تاريخ البشرية للأبد، هيعيش في ذكرياتنا، هيعيش في النصب التذكاري اللي بيخلد اللحظة دي، هو ومتحف الهدنة في مدينة إيبر البلجيكية على بعد أقل من 10 كيلو من المكان اللي كرة القدم حاولت ترفع صوتها فيه على أصوات المدافع.